المحطة الأخيرة من دوري الأبطال الإفريقي حط قطار القلعة الحمراء الأهلي، حيث موعد مع مواجهة ذات طابع خاص نهائي القرن التاريخي أمام الغريم التقليدي الزمالك. لذا يستغل بيكو موسيماني مدرب الأهلي كل دقيقة في التحضير الجيد للمباراة هو ورفاقه من اللاعبين من أجل استعادة اللقب المعشوق لجماهير الأهلي وهو بطل إفريقيا والغائب عن خزائن الأهلي منذ آخر نسخة توج بها عام 2013. عايز يبقى دايما في هدوء شديد جدا جدا في التعامل، لكن في حماس، في عقل وقلب في نفس الوقت. انت بتتعامل مع المباراه، عقل ان انت تاخد الامور بمنتهى الهدوء، لكن ما يبقاش فيها عصبيه او توتر. يعني قلب، يبقى في قلب من النار وقلب حديد ان انت عايز البطوله وبتسعى ليها. يعني عارف ومتاكد ان المباراه مش هتبقى سهله، متاكد لا لينا ولا للزمالك، عارف ان هي اجواءها ممكن تبقى صعبه، لكن احداثها كمان اتمنى تكون تبقى من نصيبنا ووسعنا ان شاء الله. بينما تعافى محمود عبد المنعم كهربا من الإصابة بفيروس كورونا، وتعافى أيضا محمد هاني من إصابته العضلية وأصبحا جاهزين للمواجهة، تلقى الأهلي ضربة موجعة وقبل المواجهة بإصابة كل من وليد سليمان وعلي ديانج وصالح جمعة بفيروس كورونا، الأمر الذي سيحرمهم من المشاركة في اللقاء. لكن الجهاز الفني أكد أن البدلاء جاهزين للمباراة. لم تؤثر كثيرا هذه الاصابات او اصابات الكورونا، لكن انا اعتقد انها سوء حظ للنادي الاهلي وللاعبين كذلك، لانه كان عاوزين يحققوا نفسهم من خلال هذه المباراه. تاريخ برضه كبير، انت عارف ان هذه المباراه تعتبر مباراه القاب، يعني اول مره في تاريخ فريق دوري الابطال ثلاث فريقين من دوري الابطال الاهلي والزمالك، كان في الاسباب شيء مهم جدا. لكن ولو غادرت النافعه اتمنى الامر ان شاء الله يعني الهيئة النتيجة المرضية لجماهيره، ولأنه نهائي القرن فقد عقد الجهاز الفني للأهلي على دراسة كل صغيرة وكبيرة من نقاط القوة والضعف لدى المنافس الزمالك، علاوة على جلسات عدة مع اللاعبين لمتابعة وتحليل فيديوهات المارد الأبيض ليرسم ملامح خطته التي يعول عليها للخروج بانتصار يسعر به الملايين من عشاق القلعة الحمراء. Thank you.